عشاق ومحبي نادي الرجاء الرياضي، كنستقبلوا اليوم اسماعيل بن معلم مدافع نادي الرجاء الرياضي. اسماعيل مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بجميع جمهور فريق رجاء البيضاوي وجميع اللي متبعين السيد ديال فريق رجاء البيضاوي. اسماعيل بن معلم، هذه نورمالمون يعني هذا الحديث اللي غيدور الان او يعني استجواب هو مثل العتاب. قالت بعض الاقاويل بعد مباراه حوريه كوناكري ان اسماعيل المعلم تلفظ بعض الاشياء في اتجاه جماهير الرجاء الرياضي او اتجاه بعض الاشخاص التي تنتمي الى جماهير نادي الرجاء الرياضي. على ما اظن ان اسماعيل المعلم حتى هو كانت عنده شي ردة الفعل بعد ما برد لي الدم. هذه عاود لنا هذا الحادث اشنو وقع بالضبط وقل لنا اشنو. فاول شيء ما سمع اللاعب اسماعيل المعلم فما عمره غيوصل لواحد النيفو انه يعرف الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي ولا يقلل من السمعه ديال ولا القيمه ديال فريق جماهير الرجاء البيضاوي. لان انا رجاوي تكبرت في اسره رجاويه ونبقى رجاوي لانني انا تضربني النفس على الفرقه القميص اللي تنحمل. فتنايا فاول شيء يعني جات واحد الرده ديال الفعل ما هي ماشي مع جماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي ماشي هي انا ديال فريق جماهير الرجاء البيضاوي. فهذا اللي تيقول شي حاجه راه اللي واللي كان نسمع شي حاجه فما ما 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 نوصلش النيفو انني ولا غنعاير جماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي. خصوصا حنا انا كاعب تقصينا ضروري ما تكون عندي واحد رده الفعل اللي خايبه. فانت ما الا ما حيت الا انا ما كعيتش على راسي انا الاولاني ما نتسناش واحد اخر غيكع عليا. فانا ما نتمنيش ان هذاك الجمهور كامل اللي جا شجعنا انه يخرج كاعي. فقدرنا اللي علينا وفوق ما استطعنا اننا نتاهلوا ولكن الحمد لله ربي هذا هي كره القدم. لكن فتعادل الفوز والهزيمة فنتمنى من الله عز وجل انه وفقنا ونداركوا النتائج كاملة نحقق واحد النتائج اللي اطرق النتائج اللي تطرق للجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي. ولكن بالنسبة للحادثة فانا يعني طراش مني في حقه واحد لا 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 يعني الواحد الشخص ولكن هو شخص واحد ماشي جمهور ديال فريق رجاء البيضاوي. ان كانت واحد رده الفعل وخصوصا جات من مورا بعد المقابله وحنا منهزمين فبنا سير ما 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 تكون انا رياجي سلبي. فانا داك الشخص اللي 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 وقعت انا وياه في نزاع فقلبت عليه ورا المباراه باش نعتذر منه خصوصا اني سولت عليه وقلبت عليه. ولكن ما حتى الان انا تلاقيت معاه يعني نطلب منه السماح لانني انا ما عارفش جمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي. انا عارف شخص واحد فما يمكنش واحد شخص واحد يتحسب انه واخا انه رجاوي انا رجاوي واحد اخر هو رجاوي واحد اخر هو رده الفعل ديالي ورا المباراه خصوصا انت انا منهزم. يعني انا حنا اللي جينا نشوفوا اننا العماره ما وكلنا شي يومين حنا ما مسرطاش لينا لدابا. انا بعدا النفس ديالي انا العماره ما وكلاش يومين. انا اللي تيتلاقى معايا تنشعل فيه حتى انا حنا ما بغيناش نتقصاو خصوصا اننا كره فريق الرجاء البيضاوي كانت معلقه واحد الامل كبير اننا بغينا نردوا لها واحد الهيبه ديالو. ولكن كره القدم هي هذه كيف ما تنصفك في ضربه الترجيحيه فبعد تجي واحد النار تحيد لك من 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 ما تعطيكش لاشون ما تنصفكش. فنتمنى الله عز وجل اننا نرجع في المشكلة. ولكن اسماعيل على بعض اللاعبين ما كنعممش على بعض اللاعبين يعني باش يديروا في الذهن ديالهم كيف ما يدخلوا يعني ارضيه الملعب هذوك الجماهير اللي كتكون في الملعب كاين اللي سافر بجل تيران كاين اللي يبيع حوايجو بجل تيران كاين اللي مسلف بجل تيران. يعني راه الله يحسن العوان ناس كاين اللي عمرو بكا. انا شخصيا انا اول مره غنقولها انا سقطت في بيرمي سقطت في الباك سقطت في هادي ما بكيتش بحال كما بكيت نهار السبت. يعني كاينين الناس اللي كتكون عندهم واحد الغيره كبيره على الفريق يعني بحال عندو جنازه فاش كتخسر نادي الرجاء الرياضي على واحد اللاعبين. يعني حنا ما كنقولوش بان اللاعبين كيقصروا ولا هادي انا عارف بان اللاعبين كيديروا جميع اللي في الجهد ديالهم. يعني واش اللاعبين انت اسماعيل المعلم انت واحد منهم واش كديروا بالذهن ديالكم بان فاش كتدخلوا كتشوفوا الجماهير ديال نادي الرجاء الرياضي اللي هي ابناء الشعب واش كديروا بالذهن ديالكم هذه الاشياء هذه ام انك تقولوا بان الجمهور راه بحالو بحالكم كيجي موفر ليه كل شيء ما كيسمع على سبه من عند البوليس لا والو كيجي يدخل التيران يتفرج. فاول حاجه اللي ما دخلناش باش نلعبوا على قبل هذاك الجمهور ديال الرجاء البيضاوي فما نحتاجوش اننا نلعبوا الكره.
فاحنا رجعنا نعرف الله يحسن العوان على اي واحد، كل واحد كيفاش يجي للتيران. رجعنا رجعنا حنا دزنا من المرحله، حنا تسجلنا رجعنا حنا درنا رامباسور، كنا كيما تنتمنوا ندخلوا للتيران، نقزنا عطينا المرده 100 ريال، نقزنا الحيط باش ندخلوا نتفرجوا في الراجل. ما جيناش لعبنا فريق رجاء بيضاء، حنا ضربنا تماره باش لعبنا، حنا الله يحسن العوان باش لعبنا فريق رجاء بيضاء، ولكن ما عمرنا كانت عندنا اللي كاع اللي عنده انه النيه ديالو انه يدخل ما يديش الواجب ديالو كيف ما عليه، فراه ربي تيخلصوا كل واحد، راه كل واحد غيخلصوا ربي، واللي عنده النيه ديالو انه تيدخل تيأدي على داك الشيء، على اول حاجه على قبل الفرقه اللي تيميلها، ولا قبل القميص، على قبل الجمهور، حيت اللي ماكنتيش تضربك غير على الفرقه والفرقه والقيمه اللي لابس، ما تضربكش على انسان جمهور تيجي يشجع، اول حاجه تضربك غير على الفرقه اللي تنتمي لها، وتضربك الفرقه على القيمه اللي القميص اللي تحمل، عاد باش الجمهور، عاد باش صحابك اللي تيعرقوا معاك في نفسه. دابا نقول لك واحد الكلمه، اسمعي بالمعلم، اذا قدر الله ونادي الرجاء الرياضي تأهل بالقلم والإعلان أغلبية سيكون يوم غد، شنو غيكون رد فعل سمعي من المعلم؟ واش يعني غديروا جميع اللي في الجهد باش توصلوا الفريق إلى المراحل النهائية اللي في الكأس، أو أنكم عاوتاني مرة أخرى نقلبوا على شي قلم خور ولا منجارة، ولا يعني واش مستعدين يعني باش تضحيوا بالغالي والنفيس من أجل يعني تعاودوا ترجعوا الهيبة لجمهور نادي الرجاء الرياضي، أم أنه تقدر عاوتاني يكون إقصاء يعني بعد غدا؟ يعني شنو رد الفعل؟ هو الآن معنا عصام الراقي، غنسولك الآن رد الفعل ديالك أنت، وغنسول عصام الراقي رد الفعل ديالك. ما نقولش لك شنو رد الفعل ديك الساعه، غيكون شعور راه ما يتوصفش، خصوصا ان انت تحس في حاجه بحال ضاعت لك ورجعت لك، راه شعور لا يوصف، وما نقدرش ان الغلط يتكرر جوج مرات. فالصفعه اللي تصفعنا يمكن هي كافيه اننا تصفعنا صفعه اللي اصلا ما كان اخا ما كنعتبروش غلط، نورمالمون ضربه ترجيح هذاك حد لا كنا نقدروا نفوزوا في وسط المباراه، ما كندويش على قناة الترجيح. واحد النقطه، واحد النقطه، اي فريق في العالم جمع في اي لعبه في العالم يجي يقول لك نربحوا بلانتيات قدر بهم، اي فريق في العالم يجي يقول لك نربحوا بلانتيات نامن بهذا المنطق، نامن بهذا المنطق، صح ضربت الحد تمشي تلعب تضرب كونت تقول تمشي حتى تلعب كونت تشطر على اللي ضيعوا بلانتيات، فهادو اللي ولا الماضيين اللي ضيعوا بلانتيات فهم اللي دادوا. كيف مراجع نقول لك لقبين مشات بهم مراجع كاس العالم ودارت بهم انجاز، كاين بلانتي العام الوصفه ديال العام كامل تخدمات في بيلانتي اللي جا لنا جديده تعطى الرجاء ماركاتو باش دات بطول، باش هي باش سبابه لعبات العالميه الثاني، وكاس العرش اللي دات الرجاء البيضاء هو سبابه باش نصفاتو باش دات كاس العرش. فاحنا في موسمين ضيعنا جوج القاب نكر، مشاو لنا تما مضاربه الترجيح، كيف ما حيدت لنا كره القدم تصعب المردود اللي علينا، ولينا نحن لو كنا المستوى ديالنا ما جاش لايقش كنا باشين وما تقاتلناش على ذاك القميص وجينا وما اديناش ذاك الواجب باش نبقى فينا الحال هنا نقول، باسكو حنا درنا اللي علينا وصلنا للبوطو ودرنا كل شيء. الا دزنا اسماعيل رجليك تخليها في التيران. حاجه منطقيه. عصام الراقي، الا كتب الله يوم ان شاء الله باذن الله والدعوه ديال جميع الرجاويين، الا كتب الله وتسمع اخبار زوينه على جميع يعني على جميع الرجاويين ان نادي الرجاء الرياضي غيتاهل الى الدور القادم من اجل يعني الدور القادم بالتاهل بالقلم، رد الفعل ديالك كمحراط وسط الميدان شنو غيكون؟ بطبيعه الحال فتنظن بانه الا كان يعني التاهل هذا غيخلينا نفرحوا باش بان الجمهور الرجاء البيضاوي يفرح، ولكن حنا كلاعبين غتزاد عندنا المسؤوليه، غنتحملوا مسؤوليه اكثر، لان كما تشوف الجمهور ديال الرجاء البيضاوي ما دار كل شيء، حنا كلاعبين حاسين بان دار كل شيء، ما خلى الناس فين يهضروا، لا من ناحيه التشجيع، لا من ناحيه المؤازره، لا من ناحيه يعني يأزروا اللاعبين، ولا من ناحيه يعني تضحيوا باي طريقه باش يحضروا. خصوصا انا كنت مع اللاعبين قبيله اغلبيه ردوا قال لك اللي بقى فينا الحال نادينا على الجمهور باش يكون يجي يشجعنا، جا التيران وما كانش تاهل، قال لك حسوا بحال شي دين عليهم هما يا الجمهور. بطبيعه الحال فحنايا حنا اللاعبين حنا بحال نقدر نقول لك حنا بالنسبه لي انايا بحال دخلنا تنحس بحال غدرنا بالجمهور يعني، واخا رغم ذلك يعني دخلنا حنايا كلاعبين دخلنا باش نبذلوا قصارى مجهودنا باش نحققوا نتيجه تاهل،
اللي بغينا نهديو للجمهور. كما قلت لك انا فمقرجع رجع لولا فريق لولا الجمهور الرجاء البيضاوي ما غيكونش الرجاء البيضاوي في هذا المكان, وما غيكونش اللاعب عنده قيمه وعنده مستوى في الظروف ولا في السنه هذه. فترجع كل فضل الجمهور يعني هذه السنه نقدر نقول ما خلانا في احنا كلاعب ما خلانا في نهضروا لا من ناحيه التشجيع الحين كما قلت لك, لا من ناحيه المؤازره تيدير اي حاجه باش يحضر المباراه ويشجع اللاعبين. احنا نقدر نقول لك يعني احنا عارفين هذه المسائل هذه. تنتمنوا ان شاء الله باش التاهل يجي على القلم باش على الاقل يعني رجعوا لي واحد شويه, واخا ما رجعوا لي والو احنا عارفين هذه المسائل هذه, رجعوا لي واحد شويه الامل. فتنظن كما قلت لك ان شاء الله كان التاهل الى جسدي بالقلم عصام تجي تضرب القدم صافي يعني مره واحده تجي بالقلم طالب الحال كما قال لك اسماعيل بالمعلم هذاك الصفاق يعني الصفاق الى ما كانش زعما كاين غطيحك وتعرفوا بانه راجل خصو تفيق وخصو ينوض باش يتشجع مره ثانيه. وانت نتمنى ان شاء الله على الله تنتمنوا ان شاء الله باش يكون تاهل. وكما قلت لك فالجمهور الرجاء ما عليه والو, احنا كلاعبين نتمنوا ان شاء الله نتحملوا مسؤوليه اكثر باش نحققوا له المبتغى وهو ان شاء الله التاهل للمجموعات ان شاء الله. شكرا لك عصام, بارك الله فيك.